بي حكم رابع مؤيد خليل ومراقب هذه المباراة عثمان زريق من طاقم تحكيم هذه المباراة محمد نصر علي بعرقوب عودة بعد غياب طويل لهذا اللاعب اللي كان في إصابة غادر بطولة الدوري المجموعة الثانية نادي وحدة مزران غادر لمصاف الدرجة الثانية. فرد حكم اللقاء سنس الحبيب يعلن انطلاق هذه المباراة. كرة تعود من خالد مجدي أنيس أنيس حلوة من أنيس سلتو حلوة من أنيس سلتو خالد مجدي ينطلق خالد مجدي يراوغ مجدي ويمرر مجدي وكرة تعود سريعة والتغطية الدفاعية حاضرة بكل امتياز بالفعل. هناك لاعب كذلك أحمد العابد مولد 2001 أمامنا لقطة الإعادة وبالفعل وليد المرغني ولمسة يد على وليد المرغني 20 نقطة قبل انطلاق هذه أمامنا لقطة الإعادة والتصويبة الأخيرة عن طريق عبد الله بلعم والحارس بكل براعة كرة عالية يترك الشتاوي بكل هدوء خارج الملعب والمتابعة موجودة بالفعل أنيس سالتو أنيس داخل منطقة الجزاء أنيس يمر أنيس يوزع أنيس فرصة ضيع طويلة نبيل من يتابع جولي كريستي تابع والرأسية عن طريق وسيم بوسنيدا وسام بوسنيدا يلف بدور محمد مفتاح محمد مفتاح يطلب الكرة أنيس بالفعل يعطاها لأنيس يمشي أنيس أنيس سلتو أنيس سلتو ينتظر المساندة أنيس يلعب كرة خلف المدافعين والكرة تعود عن طريق الفزاني براسية كرة منقولة بجا وليد المرغني انطلاقة لصالح رفيق جونيور وكرة ملعوبة لكريست كريست يسدد كريستو فرصة ضيع جوني كريست فرصة خطيرة تنظر ومتابعة على أنصاري لمن هذه الكره بدون عنوان والمتابعه موجوده عند خالد مجدي خالد مجدي يتقدم خالد مجدي يسدد خالد مجدي جونيور محاوله طيبه والكره بعيده جدا عبد الله بلعم يسدد عبد الله ترجع من الجدار هذه الكره باتجاه انيس سالتو على الانصاري الانصاري على محمد الفزاني محمد الفزاني يلعب من جديد بتجي على الانصاري الانصاري على الانصاري يتقدم على الانصاري والكره تعود خارج ارضيه الميدان ونحن نتابع واياكم احدى لقاءات الجوله الاخيره من العمر الدوري الليبي الممتاز لكره القدم مباراه الاهلي مع رفيق دقائق الشوط الاول اكتملت بيضاء تعادل سلبي بين الفريقين بدون اهداف سنوس الحبيب حكم وسط امام لقطه العاده انيس سلتو حارس المرمى البرجي والبرجي بكل امتياز خروج حارس المرمى اكيد المدرب سالم ميلاد استلم المهمه في وقت صعب جدا الكره موجوده لصالح لاعبي الاهلي كور جياد يلعب العرضية جياد من يتابع المتابعه موجوده على طريق الغنودي محمد الشتاوي الشتاوي كره عاليه من الشتاوي والراسيه هدف ولا احلى ولا اروع بالفعل راسية انيس سلتو امامنا لقطة العادة الغنودي في مرة اولى في مرة ثانية محمد الشتاوي والثالثة في المرمى براسية على يسار محمد على يسار حمزة البرجي اذا تتغير نتيجة المباراة هدف مقابل شيء لصالح انيس سلتو كبير اكيد لادارة ونادي وجماهير رفيق اذا ما ان شاء الله ما نسقوش الاحداث كل شيء وارد وكل شيء موجود في عالم كرة القدم مازال الاهلي ما فازش مازال رفيق ما خسرش حتى تاتي الصفر هي لحكم اللقاء اكيد الحكم السنوسي الحبيب ترجع الكره لصالح الاهلي في الركنيه فرصه تضيع من جديد حارس المرمى خالد مجدي والكره امامنا خالد مجدي في رتان بحارس المرمى يتباطى خالد مجدي وعلى الانصاري بالفعل لعبوا في الجوله الاخيره تابع وليد المرغني وليد تابع في جياد وليد المرغني تعود الكره بابالي بافالي كرة وسط ترجع مرة ثانية محاولة صالح رفيق محاولة صالح لاعبي رفيق والأحمد العابد والكرة بعيدة المرغني أمام نائل سالم ميلاد هناك الأكيد الدولي عبدالله العمامي أعطاني سيرة كبيرة لعبدالله العمامي وأمامنا صالح الطهر هذا في مباراة الأهلي مع رفيق اللي تمت أكبر نتيجة بين الفريقين كانت بالتحديد يوم 13/10 تلك المباراة صالح الطاهر اللي استعد للدخول حاليا صالح الطاهر سجل في تلك المباراة هاتريك كرة عالية وتعود خطيرة لصالح رفيق فرصة تضيع بلعم عبد الله بلعم يغير اتجاه اللعب لمحمد الشوي صالح الطاهر يسدد الطار والكرة خارج أرضية الميدان الحراس وأمام سامي القعيد وعماد الدهماني حوار بين المدرب والمساعد الاهلي تعود كره صالح الطاهر صالح الطاهر كره في هناك ركله لا هناك ما ادري الحكم القابل فعل يشير ركله جزاء
الماتش مباشره امامنا لقطه الاعاده، لقطه الاعاده وما ترددش حكم اللقاء. قدم علي باركوب يتقدم وحارس المرمى يتصدى بالفعل، يفلح البرجي. لقطه الاعاده على مرتين بالفعل، لو الثاني يمشي لها البرجي ويسيطر على الكره، يلعب كره ملعوبه باتجاه بافالي. احمد العابد يمر لاحمد العابد، بافالي كره ملعوبه، والمتابعه لمن؟ المتابعه بكل هدوء في هذه الكره عن طريق جهاد الاشهب. تعادل فريق المحله، تعادل في 11 مباراه، اكثر الفرق هزيمه نجوم اجدابيه. ترجع الكره من جديد وصالح الطاهر، صالح الطاهر برجي في مره اولى، والطاهر صالح الطاهر يلعب العرضيه، ابو عركوب يتابع في مره اولى، وبو عركوب با 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 با. كرة ضيع ممتازة عن طريق بعركوب، والدفاع حاضر في هذه الكرة. حاليا أمامنا في الصورة لاعب رفيق، ما صارش في محمد عياد، قعد محمد عياد وطلع لاعب نبيل السواعي. هذا الاستبدال اللي صار لرفيق. حسام يتقدم، حسام حسن يفضل التمرير، تعود من جديد علي بعركوب، علي بعركوب أول يحيى الزليطي، لا يحيى الزليطي الطار، يحيى الزليطي في مرة أولى وصالح الطار عنده فيهم. يحيى الزليطي بالفعل أمامنا لقطة الإعادة، يحيى الزليطي يلعب بالعرضية، والمتابعة موجودة عن طريق صالح الطار اللي كان موجود وحيدا. دفاعات فريق رفيق خارج تغطية في هذه الكرة، وجد نفسه وحيدا صالح الطاهر. رفيق يغادر الممتاز بحسرة كبيرة، وإن شاء الله عودة قريبة لنادي رفيق. وأمامنا كرة الأخيرة، كرة الهدف الأول في هذه المباراة عن طريق أنيس سلتو، وكرة الهدف الثاني كانت عن طريق اللاعب صالح الطاهر. على الحب والخير التقينا، وعلى المحبة نودعكم.